دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما انتوا عارفين اننا في الفقرة دي بنعمل جولة سريعة في اكاونتس فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا. ونجمتنا النهاردة المطربة أنغام، واللي حفلتها اتصدرت ترند السوشيال ميديا ضمن حفلات ليالي مصر المقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحفلة أثارت ضجة كبيرة ووصفها الجمهور بالحفل الأسطوري، حضروا عدد كبير من الجمهور، وخصوصاً أنها كانت وسط أجواء فرعونية مصرية أصيلة في المتحف المصري الكبير. أنغام ليها جمهور كبير جداً لأنها بتتميز بصوتها القوي وقدرتها الخاصة على الغناء، وقدمت إنتاج كبير جداً من الأغاني وحققت نجاح في غناء تترات المسلسلات وأشهرهم تتر مسلسل حديث الصباح والمساء. تعالوا نشوف أنغام بتتعامل إزاي على السوشيال ميديا. نبدأ من الإنستجرام. بيتابع أنغام 6 مليون متابع وهي بتتابع 858 أكاونت. أنغام نشرت لحد دلوقتي حوالي 1092 صورة وفيديو. المعروف عن أنغام حبها لشغلها، فهي نشرة أكتر من 500 فيديو لحفلاتها وأغانيها، وآخر مجموعة فيديوهات نشرتها كانت عن ألبومها الجديد تيجي نسيب. أما عن إطلالاتها فبتتميز أنغام في اختيار فساتينها، ونشرت أكتر من 300 صورة ليها بلوكس مختلفة في حفلاتها والمناسبات الفنية اللي بتحضرها. من الإنستجرام نروح للفيسبوك، بيتابع أنغام 4 مليون متابع، وآخر بوست نشرته كان عن حفلتها ضمن حفلات ليالي مصر. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.